يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة من إحدى الدول العربية تقول: نحن ندرس في قسم الشريعة والذي يلقي علينا الدروس رجال. نحن، هذه فتاة إيش؟ من إحدى الدول العربية. نعم. تقول: نحن ندرس في قسم الشريعة والذي يلقي علينا الدروس رجال، علما أن الذين في القاعة كلهم من النساء وهن محتشمات، لا يظهر منهن شيء ولا يتخاطبن مع المحاضر، وإنما الأسئلة تكون في ورقة، فهل يجوز لها الدراسة في هذا القسم؟ أولاً لا بد أن تكون اللي تعلم النساء وتقبب النساء من النساء، معلمة من النساء، كما عندنا في المملكة الآن والحمد لله أن النساء يتعلمن على أيدي النساء، ولا مانع أن يدرسهن رجل من وراء الشبكة المغلقة، من وراء الشبكة المغلقة. الحالة الثالثة ما ذكرت في السائلة، إذا كان ما فيه شبكة مغلقة ولا فيه نساء يدرسنا ويطلبنا العلم على رجل، لا مانع إذا كنا محجبات ومحتشمات ولا يحصل شيء من المحاذير أو الخلوة أو غير ذلك، هذه المرحلة الثالثة. لكن قبلها أن تكون النساء مع النساء والرجال مع الرجال، أو من وراء شبكة يستفيدنا من الرجال، أو الحالة الثالثة أقل الأحوال هو ما ذكرته السائلة. فإذا كانت لا تجد نساء ولا تجد شبكة مغلقة وليس فيه إلا هذا القسم، فلا مانع مع ما ذكرته من الاحتشام والالتزام بآداب الشرع، نعم، والبعد عن الريبة، عن الخلوة، عن الخضوع بالقول، نعم.